وحدات الجيش تسيطر على نقاط بريف دمشق الجنوبي الشرقي وتقضي على أعداد من الإرهابيين. إسقاط كميات من الدواء اللازم عبر الحوامات للأحياء المحاصرة في القسم الشرقي لمدينة دير الزور. الرئيس بوتين ونظيره البرازيلي يدوان إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا بأسرع ما يمكن. نشرة الأخبار من الإخبارية السورية في دمشق، أهلا بكم. استعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على منطقة بئر القصب وخربة القصب وتلول الروابي والصريخي بريف دمشق الجنوبي الشرقي. بعد السيطرة على تل دكوة الاستراتيجية جنوب شرق دمير بريف دمشق الشرقي، يواصل الجيش العربي السوري تقدمه في المنطقة المحيطة ويكتسح العديد من النقاط والتلال ويعزز من دفاعاته التي تعد الركيزة الأساسية لهجومه اللاحق. مصدر عسكري صرح أن وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات نوعية على تجمعات وتحصينات إرهابي جبهة النصرة بريف دمشق الجنوبي الشرقي، استعادت خلالها السيطرة على منطقة بئر القصب وخربة القصب وتلول الروابي والصريخي وأرينباه. من ثلاثة محاور شن الجيش الهجوم الكاسح على بئر القصب، المعقل الرئيسي للمجموعات الإرهابية في الريف الجنوبي الشرقي لدمشق. تأثير ناري مستمر ومتزايد على التحصينات أمن إمكانية الخرق الناجح على جميع المحاور. وتعد منطقة بئر القصب والتلال المحيطة بها ذات أهمية استراتيجية، كونها تشكل قاعدة انطلاق لوحدات الجيش في ملاحقة فلول إرهابي جبهة النصرة واستعادة السيطرة على بقية المناطق في المنطقة الممتدة بين الريف الجنوبي الشرقي لدمشق والريف الشرقي للسويداء. إلى دير الزور، فقد أحبطت وحدة من الجيش محاولات تسلل لمجموعات من تنظيم داعش الإرهابي باتجاه حي جبيلة وقطاع التنمية وقرب المقابر، ما أدى لمقتل 11 إرهابيا وإصابة آخرين. كما أفاد مراسل الإخبارية بتصدي وحدات من الجيش بمؤازرة القوى الرديفة لمحاولة تسلل إرهابيين على محيط الفوج 137 وحيي الأحواق والرشدية وإيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين. استهدفت وحدة من الجيش العربي السوري دشم وتحركات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في حي الحويقة شمال المدينة، وأوقعت في صفوف الإرهابيين عددا من القتلى والجرحى. عناصر الجيش العربي السوري في مدينة دير الزور في حي الحويقة، هذا الحي الذي صمد في وجه الانتحاريين وعناصر متسلحة من تنظيم داعش، قاومنا كل أنواع التفجيرات الإرهابية الانتحارية وسنبقى صامدين حتى وصول عناصر الجيش العربي السوري القادمة من البادية لفك الحصار عن مدينة دير الزور وعن حامية المطار. نصر سوريا راح يكون بدير الزور وبسمودنا، راح نحقق النصر ومنصورين بإذن الله. نحن رجال الفرات، نحن رجال سوريا، وهي أرضنا، نحن اللي بنحميها، ومعنا غير النصر، والنصر قريب بإذن الله. عمليات الرصد والمتابعة مستمرة من قبل عناصر الجيش العربي السوري لتوجيه الضربات النارية لأي تحرك من قبل الإرهابيين. نقوم الآن برصد تحركات عناصر إرهابي داعش ونقوم بالرد عليهم بكافة الوسائط والأسلحة النارية المتاحة، ونحن هنا صامدون ومعنوياتنا عالية في مدينة دير الزور للالتقاء بالحملة القادمة من بادية تدمر للالتقاء بقواتنا نحن العاملة في دير الزور. دير الزور كانت وستبقى مصنع الأبطال، ومن هنا سيتم دحر الإرهابيين ودفنهم، والنصر قريب بإذن الله.
احنا محافظة دير الزور بخط الحويقة، محافظة الصمود والجيش العربي السوري الأبطال الذين صمدوا في ضد جميع الهجمات المسلحين تنظيم داعش. ودير الزور سوف تكون نهاية المسلحين في سوريا وسوف تكون بوابة النصر لسوريا. رجال الجيش العربي السوري أكدوا على مواصلة العمليات العسكرية بمعنويات وهمة عالية حتى تحقيق النصر وطرد الإرهاب من أرض الوطن. أحمد الحمدوش للأخبارية السورية. ونبقى في دير الزور، فقد تم إسقاط كميات من الدواء اللازم عبر الحوامات للأحياء المحاصرة في القسم الشرقي للمدينة. مراسلة الإخبارية حنان خلف الله والتفاصيل. استجابة لتلبية حاجة أبناء مدينة دير الزور للخدمات الطبية، يتم تجهيز الدواء اللازم وإرساله عبر الحوامات وإسقاطه جوا من ارتفاع 5 كيلومتر للأحياء المحاصرة في القسم الشرقي للمدينة. هنا يتم تجهيز الأدوية والأمبولات وزرعها في الفلين عبر النار، ولأن مدينة دير الزور تفتقد إلى كل شيء من مقومات الحياة ومنها المحروقات، وزرع الأمبولات في الفلين التي يتم إسقاطها جوا عبر الحوامات ومن مسافة 5 كيلو على الأحياء المحاصرة في الحي الشرقي في هرابش والجفرة والطحطوح. أمينة مستودعة الأدوية في مديرة صحة دير الزور، تفضلي. أمينة مستودع الأدوية في دير الزور، نقوم بتجهيز الأدوية إلى شعبنا وأهلنا في هرابش وطحطوح المحاصرين من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية، وإن شاء الله سيقاومون وعن قريب جدا 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 إن شاء الله بجهود جيشنا وقواتنا المسلحة يتم إن شاء الله فتح الطريق وفتح كل كافة الطرق. نقوم بتجهيز بالمواد بسيطة جدا جدا، تقريبا عندنا هنا الفلين المضغوط، نقوم بزرع الأمبولات والفلاكونات لنحافظ على أكبر قدر من الأدوية لتصل إلى منطقتنا المحاصرة عن طريق الواوي. هذا الواوي شيء مبدئي وبدائي لتجهيز طهي الطعام وتجهيز الأدوية، وعن قريب إن شاء الله إحنا المنطقة المعروفة بمناطق النفط إن شاء الله نسترجع هاي الأمور من المجموعات الإرهابية ونحرر جو ونحرر المناطق المحتلة والمسيطر عليها. طيب شو نسبة النجاح لما نحن نسقط هذا الإسقاط جوا؟ نسبة النجاح كبيرة جدا، تقريبا تصل إلى 90% من نجاح سقوط ووصول الأدوية من السقوط الحر عن طريق الحوامات من مسافة 5 كيلومتر. جهودا كبيرة تبذلها مديرية الصحة لإيصال الدواء اللازم للأحياء الشرقية المحاصرة بحي هرابش والصناعة والطحطوح وقرية الجفرة. رغم الصعوبات التي تمر بها مدينة دير الزور، لكنها مستمرة وصامدة بهمة جيشها وقيادتها الحكيمة. للقناة الإخبارية السورية حنان خلف الله، دير الزور. استهدفت التنظيمات الإرهابية بالقذائف مناطق سكنية في مدينة دمشق وريفها في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر. مصدر في قيادة شرطة دمشق أشار إلى سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على منطقتي البرامكة والسبع بحرات، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة. وفي محافظة ريف دمشق بيّن المصدر أن المجموعات الإرهابية استهدفت ب8 قذائف صاروخية منطقة حرستة، وسقطت جميعها في محيط ضاحية حرستة السكنية. الإرهابيين ما راح يطلع لهم شيء، وهذا دليل على تفريستهم بالآخر، وأيام الانتصار صارت قريبة من الله راد، إذا مو ساعات أيام. الله لا يسامحهم ولا يوفقهم. الله يكسر ايديهم، يعني شو بدنا نقول له؟ غير الله يوفقهم، شردونا وطلعونا من بيوتنا، وان شاء الله اليوم قبل يطلع اليوم قبل بكره يطلعوا، هذا اللي بدنا اياه ان شاء الله. الله محيي الجيش العربي السوري وايده ان شاء الله عليهم، ان شاء الله ما بيضلوا ولا دقيقه. قربت نهايتهم باذن الله. هذول الجماعه لا في لا ضمير ولا وجدان. لن ينفع شيئا امام قوه الجيش العربي السوري وصموده. هذه هي الانفاس الاخيره لهم، وهذه هي الايام الاخيره لهم. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي ميشيل تامر إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا بأسرع ما يمكن. الرئيسان بوتين وتامر وقعا بيانا مشتركا دعيا فيه إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعلى أساس عملية سياسية يديرها السوريون بأنفسهم بشرط الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
الرئيس بوتين قال إن روسيا تنوي تعزيز التنسيق مع البرازيل في مواجهة الأخطار المعاصرة ومكافحة الإرهاب. في ذكرى يوم القدس العالمي، أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية فرع سوريا الدكتورة بثينة شعبان أن فلسطين ستبقى هي البوصلة والقدس روحنا وهويتنا ولا وجود للعرب دون حل هذا الصراع العربي الإسرائيلي. بهدف ألا نضيع الطريق تبقى قضية فلسطين هي البوصلة، ومن هذا الهدف انطلقت فعاليات يوم القدس الثقافي إحياء ليوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من هنا من دمشق. أكد المشاركون أن الشعب الفلسطيني لم ولن يكون وحده في مواجهة العدو الصهيوني. المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية فرع سوريا الدكتورة بثينة شعبان أكدت أن الصمود والثبات عنصران أساسيان في نصرة الأمة، مشيرة إلى التمسك بالعروبة المناصرة للقدس والكرامة العربية. قضية فلسطين يجب أن تكون في ضمير كل شعوب العالم، فهي القضية الوحيدة الباقية والاحتلال الوحيد الجاثم على أرض الفلسطينيين، ولذلك لابد لنا من أن نركز جهودنا على القدس وعلى فلسطين، لأن كل ما يجري في العالم العربي في سوريا والعراق وفي كل أقطار الوطن العربي هدفه الأساسي هو تصفية القضية الفلسطينية، ونحن كعرب لا وجود لنا بدون العروبة ولا وجود لنا بدون التنسيق وبدون الوحدة، ولذلك فنحن بإذن الله منتصرون، والجماهير العربية المؤمنة بعروبتها سيكون لها المستقبل ولها النصر بإذن الله. شخصيات عربية ودولية شاركت في هذا الحفل لتؤكد دعمها لمحور المقاومة ووعيها الكامل للمخطط الصهيوني مع رعاياه في المنطقة. هذا الطريق ممتد وسوف يبقى محفوف بالنصر إلى أن يتحقق الهدف الرئيس، استخلاص المقدسات من الاحتلال وعودة الأرض إلى أصحابها وعودة الحق إلى مكانه. يوم القدس العالمي نعتبره ونبراس سوف يبقى يضيء ويجمع كل الخيرين على طريق الحق. صمود سوريا هو الخطوة الكبرى في على طريق تحرير القدس إن شاء الله وإعادتها إلى أهلها. المؤامرة كبيرة والمؤامرة تشمل الجميع، ونرجو أن تتوحد العرب باتجاه قضيتهم المركزية. سوريا تبهد لكل القوى التي تحارب الإرهاب، لأن القضيتين قضية واحدة. ما يجري في سوريا، في ليبيا، في مصر، في اليمن، في كل بقاع الوطن العربي هو معركة واحدة. سوريا نظرت كل ذرة من ترابها وكل خطرة من دماء شبابها لفلسطين، للقدس، للقضية القومية، وهذا اليوم له دلالته وله مغزاه. 7 سنوات عجاف من المؤامرات مرت على سوريا، لن تحرف السوريين والقيادة السورية عن بوصلة فلسطين وبوصلة القدس. نحن نؤكد كل عام ونحن في هذه الأزمة بأننا متمسكين في هذه البوصلة. سوريا كانت وستبقى جدارا منيعا في وجه العدو الإسرائيلي، ومحور المقاومة هو مخرز في عيون الحاقدين العابثين بأمن وسلامة البلدان العربية الرافضة للخنوع في وجه المخطط الصهيوني الأمريكي حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية. أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أهمية ارتقاء العلاقات السورية الأرمنية على مدى السنوات الماضية لتشكل أنموذجا للعلاقات بين الدول. وخلال لقائها بالسفير الأرمني بدمشق أرشاك بولاديان في مبنى مجلس الشعب، أشارت الدكتورة عباس إلى أن عواصر التعاون والصداقة بين الشعبين السوري والأرمني تعمقت لما فيه المصلحة المشتركة والعليا في البلدين، معتبرة أنه سيكون لتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية الأثر الكبير في تعزيز العلاقات، ولا سيما بين مجلس الشعب في سوريا والبرلمان الأرمني. من جانبه أشار السفير بولاديان إلى إدانة بلاده للإرهاب الغاشم الذي يجري في سوريا، إلى جانب دعوتها إلى إيجاد حل سياسي
للأزمة فيها. نحن نعير اهتمام كبير للدبلوماسية البرلمانية حقيقة، ونأمل بأن جمعية الصداقة السورية الأرمنية خلال أعمالها ستساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتواصل الاجتماعي في نفس الوقت. قريبا في أرمينيا، في الجمعية الوطنية الأرمينية، ستتشكل جمعية الصداقة الأرمنية السورية، ونأمل خلال تبادل الزيارات بين الجمعيات أو بين أعضاء الجمعيات سنصل إلى مرحلة أحسن وأفضل من الحالي. جمعية الصداقة البرلمانية السورية الأرمينية تشكلت منذ شهرين، واليوم نحن نفتخر باستضافة سفير جمهورية أرمينيا الدكتور أرشاك بولاديان في مجلس الشعب لمناقشة بعض الأمور التي تهم الطرفين. وسيتم تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية الأرمينية السورية قريبا جدا، وذلك من أجل تفعيل العلاقات البرلمانية بين سوريا وأرمينيا. نشرتنا انتهت، والآن تذكير بعناوينها. وحدات الجيش تسيطر على نقاط بريف دمشق الجنوبي الشرقي وتقضي على أعداد من الإرهابيين. إسقاط كميات من الدواء اللازم عبر الحوامات للأحياء المحاصرة في القسم الشرقي لمدينة دير الزور. الرئيس بوتين ونظيره البرازيلي يدعوان إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا بأسرع ما يمكن. نهاية النشرة، دمتم بأمان الله.